دائما الجزائريين يعني كي تصرى حاجه هكا في المجتمع الجزائري يعود يرجعوا العشر العشر يصيبوها ترابط الاحداث، يعني خلينا نقولوا احداث عشر العشر تتصادم مع الواقع المجتمع الجزائري، كيف شنو هو السر؟ حتى البصل هدرت عليه كورونا المرض واش تحبني نقول لك؟ لي يقول لي يقول لي شنو هو السر؟ اخويا والله ما صبت واش نقول لك، ما عنديش سر لي ما على بالي ما تصدقنيش بصح الله غالب. شوف انا نحبك دوك تقول لي حاجه حد صرا كاين في 10 10 باش يكون على ما انا مانيش شواف باش نقول لك حاجه حد صرا، لو كان هكذا كنشوف لروحي ولا راح ندير سيزون 2 ولا ندير دراما ولا لا. هي 10 10 كان فيه صدف اكيد، لكن المشاهد لازم يعرف انه كان فيه شغل كبير، كان فيه اجتهاد في العمل وفي الكتابه، وما تنساش انه التاريخ يعيد نفسه، استاذ احنا دي فوا نكتبوا اشياء نقولوا اه كيفاش راحت صرا وشتها ومن هنا، هي صرات في الزمن القريب لكن التاريخ يتعاود، وبعد فيه بعض الصدف كما تاع البصل ولا كما اشياء اخرى اللي سي فريمون دي كوانسيدونس، ما نقدرش نقول لك انا شتها ولا بالعكس.